أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام عليكم سمونيا دي تشانل أرب بودكاست دانيال أستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الرابع. هل إن شاء الله كم يكمل الجزء كم بحسبكو تكلم العربية جلد إمبات. ونحن في بداية الدرس الثاني في صفحة رقم 12. دان كمي دي أول بلا جران ينكدوا أتاو نمرت قبلود لابان دي بكو دي هلمان دو بلس. لدينا بعض المفردات سندرسها معا. دي سيني أدا ببراباكو سكتا ينكيتا أكان بحسبر سما سمايا. أولا لدينا كلمة إيجار. تمام، إيجار. إيجار هو ما تدفعه كل شهر. إيجار إتو وان ين أندا من بايركان ستياب بولان. فمثلا إيجار البيت. تمام، سواروما هرجا سواروما أو بيايا أنتو سوايا. طيب، كلمة إيجار لها فعل وهو استأجر. كسكتا إيجار إتو أذكر كيرجانيان من يا استأجر. استأجر استأجر للشخص الذي يريد. استأجر إتو أنتو أورانيان إنين كان بررتي أنا استأجرت بيتا لأسكن فيه. Jadi saya sewa rumah untuk tinggal di rumah tersebut. فَأَنَا أَدْفَعُ كُلَّ شَهْرٍ إِيْجَارًا. Jadi saya membayar setiap bulan إيجار. خلاص فهمتم الآن؟ طيب. هناك فعل آخر خاص بصاحب البيت. هذا كتكر جلين خصوص untuk orang yang pemilik rumahnya. Pemilik rumahnya. وهو الذي يريد أن يحصل على المال. جديد يا ين إنين من دبت كان أوان. إذن الفعل اسمه أجر. أجر. تمام. إذن مثلا أنا لدي بيت لا أسكن فيه. جديد مثال كان سيبني أرمه تبقى تنقل لدلمني. فأنا سأؤجر هذا البيت لك لتسكن فيه. جديد سيأكن من يواء rumah tersebut kepada anda supaya anda tinggal di rumah saya. وَسَتَدْفَعُ لِي إِيْجَارًا كُلَّ شَهْرٍ. Dan anda akan membayar uang setiap bulan kepada saya. إِذَنْ أَنَا إِسْمِي مُؤَجِّرٌ وَأَنْتَ اسْمُكَ مُسْتَأْجِرٌ. Jadi saya مُؤَجِّر, saya yang punya rumah, pemilik rumah. وَأَنْتَ مُسْتَأْجِرٌ, ستسكن في بيتي. dan kamu yang akan tinggal di rumah saya dan membayar setiap bulan. nama anda itu adalah مستأجر. طيب, فنحن الآن ندرس الأفعال والمفردات, لا بأس. طيب, الثاني ثمن. كسكتا ينكدوا ثمن هرجة. تقول مثلا ثمن البيت, عفوا ليس ثمن البيت, ثمن الكتاب 20,000 روبية. هرجب كون يا أدالة 20,000 روبية ثمن الكتاب. مدة. مدة جرك وقت. مدة الدرس ساعة واحدة. بلا جران يا سلامة أتو جرك ممكن جرك دراسي. دراسي. دراسي بلا جران يا أدالة ستجام. لاحظ أننا عندما نستعمل المصدر في أول الجملة بعده يأتي اسم مجرور بالكسرة. فوكسيا كلاو كمي باكي مصدر سبرت إيجار ثمن مدة بدأ أول كلمتنيا كسكتا ينكدوا دنان كسرة. شهريا. شهريا ستيبولا. قلنا من قبل إن كلمة شهر
أو كلمة يوم، أسبوع، شهر، سنة، لو أردتها أن تتكرر استعمل في آخرها ياء مشددة. كميسو ده بلانج بهوا كسكتا يوم، أسبوع، شهر، سنة جيكا أندا إيمين من أولانج أولانج ستياب هاري ستياب مينجو ستياب بولان ستياب تهون بكي ياء دنان تشديد بعد آخر نية، يعني يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا. أذهب إلى العمل يوميا، سيبرجي كيرجاس تياب هاري. أسافر إلى قريتي شهريا، سيبرجالانان كيكمبون سايا ستياب بولان. عقد كونتراكان، عقد يعني أنت اشتريت سيارة ستكتب عقدا، ليس كونتراكان، كونتراكت صحيح، ممكن عقد. هي ورقة بينك وبين البائع. إتو أدلا يسبرتي بركاسيا بركاس رسمي أن ترى أندادا بنجوال. إتو نمانيا عقد، عقد البيع مثلا. تمام. دفع كامل لونس دفع كامل. تقول أنا دفعت الإيجار كاملا، سيسوده من لونس كانيا سيمن بير لانكاب لونس. طيب مساحة لواس، مساحة البيت 100 متر، لواس رومانيا أدالة 100 متر. مساحة الأرض 1000 متر، يا لواس تانا 1000 متر. مؤجر مستأجر خلاص شرحناها. أثاث برانج أتو برابوتان، لدي أثاث كثير في البيت، سيبني بنياك برابوتان دي رومه. أريد شراء أثاث للبيت، سيئين من بلي برابوتان أتو برانج أنت رومه. تقسيط تشيل، وبعدها دفع بالتقسيط من بير تشيل. هذه الكلمة لها فعل اسمه قسط، يقسط. إذا تقول أريد أن أقسط ثمن السيارة، سيئين من بير موبيل شارة تشيل، هكذا. قسط ثمن البيت، سيمن بير تشيل أنت هرجرما. أنا لا أدري هل يوجد فعل من هذه الكلمة في الإندونيسية تشيل أو لا، من تشيل كان لا أعرف. خلاص إن شاء الله. طيب بذلك انتهينا من المفردات. شكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. Begitu kami sudah selesai belajar kosakata. Terima kasih atas mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di pelajaran depan. Wa fi amanillah. Arab Podcast. Takallam al-Arabiyyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna لعلكم تعقلون.